ونبقى في فلسطين أعزائي المشاهدين، حيث قالت مصادر حقوقية إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية شنت حملة اعتقالات في صفوف عدد من المواطنين، فيما استدعت آخرين ونقلت معتقلا سياسيا إلى المشفى بعد تدهور حالته الصحية. للوقوف على هذه التطورات الحقوقية أرحب عبر الهاتف بالصحفي الفلسطيني محمد القيق من رام الله. محمد، هل تابعت هذه التطورات الحقوقية في الضفة الغربية، وما حقيقة فعلا هذه الاعتقالات والاستدعاءات والاعتداءات؟ هذه الاعتداءات من أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية ما زالت مستمرة، بل زادت وتيرتها. نحن نعلم بأن هناك من بين المعتقلين من يقبع في سجن ريحة التابع لجهاز المخابرات العامة التابع لسلطة أوسلو. هؤلاء المعتقلين مضى على اعتقالهم أكثر من 25 يوم، ومنهم من مضى على اعتقاله أكثر من 7 أعوام كاملة. وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار للاعتقالات السياسية، استمرار للاستدعاءات السياسية، التناقض القانوني والتناقض السياسي الذي التأم مع القانون في هذه النقاط هو أن استمرار اعتقالات سياسية من توافق وطنية ضد فصيل آخر في داخل هذه الحكومة، هذا يعتبر من أقوى التناقضات الموجودة على الساحة الفلسطينية. طيب، هل هناك أرقام محمد الآن عن فعلا عدد المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية حتى الآن؟ حتى الآن يزيد عدد المعتقلين عن 46 من الفلسطينيين الذين ما زالوا في داخل سجون السلطة، بينما تسجل وفي حالة السلطة الفلسطينية واعتقالاتها بحق الفلسطينيين، ونحن نتحدث عن طلبة الجامعات والأسرى المحررين والأكاديميين ومعلمين مدارس، نتحدث عن اعتقالات دورية، أي يتم اعتقال الشخص ليوم يومين 3 إلى 10 أيام وإلى شهر، قد تصل إلى شهر. وبالتالي تغير الأرقام وتغير الأسماء هو حال الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، بحيث لا يمكن رصد الأسماء بحد ذاتها بقدر ما يمكن رصد العدد الذي يبقى في السجون وهو التداول. المعتقل السياسي الذي تحدثت مصادر حقوقية بأنه نقل إلى المشفى بعد تدهور حالته الصحية، هل هناك أي معلومات لديك محمد عن هوية هذا المعتقل ووضعه الصحي الآن؟ أنا ليس لدي أي معلومات عن هذا المعتقل، ولكن بالمجمل وبشكل عام قد يعني سجلت وبشهادات المعتقلين السياسيين أن هناك عدد منهم تعرض للضرب المبرح أثناء عملية الاعتقال أو أثناء الذهاب إلى السجن، كما حدث مع طلبة جامعة بيرزيت حينما تم اعتقالهم من الشارع وأبرحوا ضربا على يد أفراد جهاز الأمن الوقائي. هذا يعد انتهاكا خطيرا للحالة الوطنية والتوافق الوطني، يعد انتهاكا حقوقيا لحقوق الإنسان، وكذلك اعتداء صارخ على طلبة العلم في الساحة الفلسطينية الذين هم رأس حربة المقاومة الفلسطينية. وبالتالي إذا ما جمعت هذه المكونات بحق الفلسطينيين الذين يتعرضون للاعتداء على يد أجهزة السلطة، فإننا نرى بأن هناك تناقضا كثيرا يجري ويزداد وتيرته، سواء بالاستدعاءات أو بالاعتقالات أو بالمسح الأمني الذي يتعرض له المعتقلون فور الإفراج عنهم من سجون السلطة. هذا يتناقض مع المصالحة الحقيقية التي لا تجد عنها حكومة التوافق والتي هي حماس جزء منها، وبالتالي الاعتقال السياسي بحق حماس والجهاد الإسلامي على وقع المصالحة يعتبر انتهاك قانوني أخلاقي سياسي يجب توقفه، ويجب العمل على الحد منه نهائيا حتى تتسنى لعدالة المصالحة الاستمرار. طيب، بعيدا عن الضغط السياسي وإسقاطات المصالحة الفلسطينية على هذا الواقع، المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في الضفة الغربية أليس بإمكانها القيام بأي دور من أجل تخفيف وطأة هذه الاعتقالات؟ لا، للحقوقيين لا يوجد أي دور في هذه الاعتقالات. دعنا نعطي بعض الأمثلة. معتقلون سياسيون يتم تمديدهم على ذمة ما يعرف بمحافظ المنطقة، وبالتالي تجاوز لكل الأعراف القانونية وتهميش لدور القانونيين للدفاع عن هؤلاء المعتقلين. أيضا مثالا آخر، يتم تمديد معتقل لدى السلطة على ذمة الجهاز الذي تم اعتقاله لديه، وبالتالي هناك تهميش لدور المحكمة، حتى أنه باستخدام المحاكم والتمديد في داخل المحاكم يقول القاضي بأن هذا الأمر من المحكمة يأتي بناء على طلب جهاز الأمن، وبالتالي هذا ضرر كبير جدا يلحق بالمعتقل وأيضا يلحق بالقانونيين، وبالتالي هناك تهميش للقانونيين، وهناك حالة من الغضب في أوساط المحامين الفلسطينيين لتهميشهم في تفعيل ملفات المعتقلين السياسيين.
محمد، ختاما بالنسبة للمؤسسات الحقوقية الدولية الآن، هل يعني مع الوضع الفلسطيني الحالي ووضع المصالحة، هل يمكن لهذه المؤسسات أن تخاطب السلطة الفلسطينية وتقول لها أن تكف عن هذه الممارسات؟ المؤسسات الدولية العاملة في الضفة الغربية هي تخضع للشروط الأوروبية وكذلك الأمريكية، وبالتالي إن بدأنا بالحديث عن هذه المؤسسات فإننا نصل إلى اعتبارهم أن جزء من الشارع الفلسطيني هو جزء غير شرعي، وبالتالي الاعتقالات بحقهم أمر ضروري بحجة محاربة الإرهاب، وبالتالي لا يوجد أي مناشدة حقيقية واضحة يعتمد عليها قانوني دولي لمنع هذه الاعتداءات، لأن هذه المؤسسات تخضع للوضع المالي الدولي، وبالتالي لا يمكن لها أن تستمر في تناقض السلطة وتمنع السلطة من الاعتقالات السياسية، والتي هي أصلا إن عدنا إلى خلفيتها السياسية تعود إلى أوامر خارجية خارجة عن الوضع الفلسطيني. شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي والصحفي الفلسطيني محمد القيق، كنت معي عبر الهاتف من رام الله.